خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خوتي درت هذا الفيديو كما نقولوا باش نفهم بعض المتابعين وبعض المربيين الحسون والكناري. خوتي كاين بزاف لما يبعثوا لي يقولوا لي ما درت لناش كيفاش نجهزوا باش نبداو نجهزوا في الطيور، باش نبداو نديروا عمليه التزاوج وندخلوا مرحله الانتاج والتجهيز. خاوتي شوف درتها في لايف سابق، بصح بالك ما بزاف متابعين ما شاهدوش هذاك اللايف، بالك كي شافوا فيها كيما نقولوا فيديو طويل ولا. دوك نفهمكم خاوتي، انا راني نربي مع الطبيعه اللي خاوتي كيما راكم تشوفوني فاتح الطاقه، ما راني غالق الطاقه، ما راني شاعل الضو ما والو، باش تفهموا انا نربي مع الطبيعه خاوتي. والطبيعه الحسون والكناري كي تربيها على حسب الطبيعه، هو كما نقولوا ينتج من نهايه شهر فيفري حتى بدايه شهر مارس يبدا الانتاج تاعو في الربيع هكذا خاوتي، وهذاك هو الوقت المناسب للانتاج ليهم، ما يكونش مشاكل في التخصيب وما يكونش مشاكل في فطم الفراخ وبزاف امور خاوتي. وكما نقولوا تما وين الحسون الكناري يكون هائج فهذا هو في وقت الربيع اللي يكون هائج بزاف. لو كان تتزاوج الحسون في الخريف ولا في الصيف بالضوء الاصطناعي وكذا ما تلقاهش هائج كيما ابار اذا استعملت الادويه وكذا او هرمونات. هذه هي حاجة الاولى. الحاجه الثانيه اخي، انت دوك تبدا تجهز فيه من دوكا من المارس راهي 3 شهور، انت الحسون هذا 3 شهور وخاصه بزاف عباد يكون ميمد الحسون تاعو ولا الكناري تاعو ميمد لوالو، ومن بعد كي يلحقوا التجهيز يدخل عليه بالبيض والبروتين والاكل والتيفاف ومنا هكذا خاوتي. هذا سورتو اللي ما كانش داير له نظام غذائي من الاول، تما يطلع له تدريجيا، يعني فهمتها لكم في الفيديو السابقين. دوك كيما قلنا انت يا منا المارس وانت تمدلو يومين في يوم جوج خطرات في البيض، جوج خطرات في السمانه البيض، الخضر الفواكه خاوتي. كيما فهمتكم الامعاء والكبد تاعو راهم غير يخدموا 3 شهور وما يخدموا خاوتي، كاباب الطير ما يجهز لكش ولا كاباب يمرض لك، تلحق من الفيفري يمرض لك بالكبده ولا يمرض لك بالامعاء هكذا خاوتي. الامعاء تاعو يبقاو يخدموا يا ما يجهز لكش الطير، كاباب انت تبقى غير دوزي فيه بالاكل ما يجهز لكش. عباك بعض المربيين ينصحك وش يقول لك، كي تكون حنا بركي نبداو من جونفي ولا نبداو شهرين فقط تجهيز، لازم عندك دير كيما نقولوا توقف اسبوع تخلي الطير يرتاح هكذا خاوتي. ما تغلطوش وما تزربوش وما تقلقوش، كيما نقولوا انا مازال الجو راهو بارد والبيض كي انت دوك راك تزاوجتو في جونفي وتخدم مع الطبيعه كيفاش راح يفقس البيض هذا؟ درجه الحراره هابطه، الرطوبه هابطه، البيض لازم للرطوبه باش يفقس، كيفاش الانثى تخرج من عفوا خاوتي عفوا تكوبالي الفيديو، قلت لك الانثى تخرج من العش زوج دقائق تروح باش تاكل هكذا، باسكو حنا رانا قليل وين تلقى واحد عنده زوج كاع عنده ذكر واحد نكوبلو به شحال من الانثى، تلقى الانثى لازم تخرج توكلها، ما كاش المال اللي يجي يوكلها، قليل وين تلقى واحد مربي زوج يجي المال يوكل اسم المال يوكل الانثى وهي تبقى في العش ما تخرج، تخرج من العش هكذا دقيقه البيض هذاك يخسر من البرد من يموت الفرخ اللي لداخل. تما خاوتي ما تغلطوش روحتيكم وما تزربوش، انا كيما قلت لكم انني نخدم كيما نقولوا طبيعيا، ماني نخدم مع الطبيعه انا خاوتي. والطرق هذو تاع التزاوج ولا تاع الاخر هذه طريقه الحسون ماشي طريقه حتى واحد، واحد ما يقول لك طريقتي الخاصه في تجهيز الحسون في اقرب وقت ولا طريقتي في تجهيز الكناري، فقط تبع العصفور هذايا تشوفوا واش يحب واش ما يحبش، توفر له هذوك العفايس النظافه الدوش التجميس كذا راح يجهز لك، ما كاش كيما نقولوا حسون ما يكوبليش ولا كناري ما يكوبليش ولا انثى ما تبيضش ولا انثى ما تبنيش العش هكذا خاوتي. احنا فقط ما تخلطوش فيهم بزاف هكذا خاوتي. انا كي واحد يقول لي عندي كوب انثى ما حبتش تبني العش تريب ما حبش تبيض بنات العش ما بيضتش انثى حسون دارت كذا، نعرف بلي هذا يخلط فيهم بزاف. حاجه الاولى نقول لهم ما تخلطش فيهم خويا، كي تفوت تحطهم في الاخر تاع التزاوج نقولوا مازالك في التجهيز راك حاط الانثى منا والذكر منا، تهبطهم يتشمسوا تعاود ترجعهم هذا ما كان، ما تزيدش فوق هذه وتنقي لهم هذا ما كان. واذا دخلت فتحت ما بين الذكر والانثى خلاص تما ما تسحقوا لا تشميس ما يسحقوا والو حتى يكملوا كيما نقولوا يفقس البيض ويكملوا الفراخ ومن حتى توجدهم العش الثاني، هذيك موراها تقدر تعاود تهبطهم.
كما نقولوا تدنيهم. ثم خاوتي ما تخلطوش فيهم بزاف، والحسون كي تبقاو، ولا الحسون كي الحسون كي كاناري تبقاو تخلطوا فيه وتبدلوا له في الاكل وديروا له وتخيروا له في النظام الغذائي، واليوم خرجته اليوم دخلته وكذا، وتبقاو ما على باليش انا راح يمرض لك هكذا خاوتي. واذا مرض لك على باليش انا او مرض لك ما يجهز، ماشي ما يجهز لك يجهز بصح راح يطرو طار دافي عاد تخدم عشين تخدم عش. هذه هي خاوتي. وبالنسبه لواحد السؤال خاوتي، بالنسبه للاناث في الحسون هذايا، بالنسبه للاناث كي يكونوا عندك زوج اناث تقدر تخدم بلاكر حسون واحد، وان شاء الله نوريكم الطريقه. وكما نقولوا دائما زعما عندك ربع اناث تقدر تخدم غير يكونوا عندك غير زوج ذكور، زوج ذكور تلقح هذيك الانثى تخرجوا يزيد يلقح لك الانثى هذيك اللي وجدت الاولى يلقحها، وان شاء الله حنطرقوا ليهم. تما هكذا خاوتي ما تقلقوش، كما نقولوا موسم التجهيز مازال، انا على كل حال عن قريب راح نطلق لكم فيديو كيفاش تجهز الكناري، وفيديو كيفاش تجهز الحسون والعوامل وكذا والاكل وكلش نعطي لكم بالتقريب. وشنو انا مازال باش نبدا نجوز خاوتي حتى يدخل شهر جونفي يتعدل شويه الكليما، نشوف الحاله كيفاش راهي الطيور يتاقلموا منايا باش نبدا نجهز طيوري هكذا خاوتي. وخاوتي قبل ما ننسى، شوف التجهيز والوجاده باش يوجد لك الحسون ويجهز لك ماشي داخله غير في الاكل وفي كذا هكذا خاوتي، حتى النفسيه تلعب دور ما في الكناري خاوتي. فقط الكناري كيما نقولوا راهو موالف في الاجواء تاعنا وكذا، خلاص راهو مربي في الدار زايد في الدار موالف، خاصه الحسون خاوتي. لازم انا بزاف عباد يقول لي ما تجهزليش وراه كذا ومازال ما بداش يغني لي ومازال ما صفاش لغنا، نسقسي نقول له تخرجوا، يقول لي مانيش نخرجوا خو. انت تقدر خطره في الويكاند تخرجوا، خطره كل جمعه ولا بالجمعه والسبت يومين كي تكون ويكاند كيما نقولوا ما تخدمش، هكذا راك حسنت له النفسيه تاعو، خاصه الحسون خاوتي. لازم تخرجوا للخارج ما تخليش غير في الدار، خاصه غرفه فيها الظلمه ولا كذا من بعد يحكموا الفاش ما على باليش يمرض لك هكذا خاوتي. ما تنساوش النفسيه هي الصح من اي شيء، لاحظ انت كي تكون نفسيتك مليحه تقدر ما باليش انا دير كيما نقولوا دير امور ماشي موالف ديرها، بصح انت النفسيه تاعك ما كاش تما كيما نقولوا. لما نضربوا مثال حسون صيد جديد على ما يجهز ليش، خاطر النفسيه تاعو ما تكونش مليحه، يكون مازالو خايف مازال ماشي موالف مازال، بعد كي يدوز عليها عام ولا 6 شهور يكون والف الاجواء النفسيه تاعو تسقم، على حنا نخرجوه للطبيعه وكذا باش كيما نقولوا. هذه يا خوتي هذه ما تنساوهاش، وما تنساوناش بالدعم القناه وخاصة الضغط على زر الإعجاب. علاش نقول لكم زر الإعجاب خاوتي؟ في عوض أنا نقول لكم أنشر الفيديو، على بالي بزاف ما يحبش ينشر الفيديو كدا ولا دير جام خاوتي، الفيديو كي تكونوا فيه بزاف لي جام راح ينتشر وراح تعمل فائدة، وكما نقولوا أنتم راكم تستفادوا بالمعلومات وأنا هذا فاش نستفاد، كي ينتشر الفيديو ويطلعوا المشاهدة تاوعو. هذا ما كان خاوتي، ودعونا بالخير وربي يحفظ لكم العصافير تاوعكم، وما تقلقوش خاوتي وما تخلطوش في العصافير بزاف، كما قلت لكم نظام غذائي اللي رانا نمشوا عليه هذاك هو خاوتي، ما تبقاوش تبدلوا لهم في الانظمه ولا تزيدوا لهم ولا ترفعوا لهم هكذا خاوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.